الناس الكل، مرحبا بكم في حدوك اليوم بيتين لليوم برعايه تونيزيا سيرفي. اقعدوا معايا باش نشوف شنو هي مخبيتلكم الابراج، ونبداو ببرج الحمل. نهار اليوم باش يكون نهارك وديع كما العاده بالشوش والضحكه المزينه مرافقتك. مهنيا تحاول توافق بين برشا حاجات تستنى فيك، برشا مسؤوليات وبرشا حب. برج الثور، نهار اليوم نهار حسم الامور واخذ جمله من القرارات اللي تعطيك مسار اخر في حياتك. خليك صبور وما تتسرعش، وساعه ساعه اسال ناس الخبره. برج الجوزاء، مزاجي برشا وماكش فاهم روحك، تزرب في برشا حاجات وفي خدمتك خاصة، فاقد للتركيز. ننصحك بالتأني وتمشي خطوة خطوة لطريق نجاح، تفهم روحك خير وتحط نقاط على الحروف بالمستوي. برج السرطان، نهار اليوم نهار المحبة، محليك وانتي تتصرف بعفوية واللي في قلبك على لسانك، القلب صافي والعشرة طيبة، يزيدوك كان زين وصحة وعافية. برج الأسد، نهار متقلب شوية في جملة من الضغوطات وماكش تتصرف كما تحب انت. ننصحك ببرودة الأعصاب وما تكتمش في قلبك، شارك اللي مقلقك وعبر على شعورك. برج العذراء، نهار التعرف على ناس جديدة والحاجات الجديدة اللي تخليك محل أنظار بأخلاقك وتصرفاتك وخاصة ثقتك في روحك. برج الميزان، ديما الحظ حليفك وعلى قد قلبك الباهي ربي باش يعطيك من خيره. تحس روحك تظلمت وتفهمت بالغلط في برشا حاجات، ورغم هذا الكل قاعد تقاوم ومحافظ على الباهي اللي فيك، ونجاحك يزيد ويزيد. برج العقرب، نهار اليوم نهارك انت وباش تعديها على كيفك انت. حب روحك ودللها، طبطب عليها واسمحها، اخرج بها وفرهدها، ونصيحتي حب روحك تحبك الدنيا. برج القوس، تزوج على راحه، والراحه هذه هي راحه البال وراحه القلب، عندك مديده تخرج من برشا حاجات خايبه، يتنور طريقك وتشوف الامل والتفاؤل والحظ والدعم. برج الجدي، نهار اليوم تحس بثقه عاليه، بحب الذات والاستقلاليه، تحس روحك تقدم وكل خطوه تاخوها الحظ حليفك معاك بالنجاح والتوفيق. نصيحتي ما تخليش الغرور يسيطر عليك، واللي يستنى منك اي مسانده عاونه بكل حب وحماس. برج الدلو، نهار اليوم يتيح لك الفرصه باش تجرب شعور محلاه، شعور الفرحه، شعور الراحه والحب، وهذه قوي العاطفه نتاعك ويخليك ايجابي نهار كامل. نفاو برج الحوت، نهار فيه تحدي باش تتحط قدام قرارات حاسمه تخص حياتك العاطفيه. نصيحتي خلي الامور تتعدى برويه وهدوء، وما تخليش طرف ثالث يدخل في العلاقه، انت تعرف شنو اللي يصلح بيك. كانت هذه حظك اليوم لليوم برعايه تونيزيا سيرفي، ونفكركم اللي اي شركه تحب على استبيان رقمي تتصل بتونيزيا سيرفي، وان شاء الله ديما فرحانين ومزهرين. باي باي.